اوكي حلو. لازم ارمي ذي. اوكي هذا يا حبيبي. اوكي هذه يسمونها حق سبيد رن. استعد استرح. السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من لعبة ماريو ميكر، الحلقة رقم 14. قبل لا نبدأ يا شباب عندي حاجتين حاب اني اقولها لكم. اول شيء الله يعطيكم العافية، وصلنا بفضل الله 9000 مشترك، قربنا يا شباب نوصل 10000. اتمنى تكثفون الدعم والنشر والاشتراك يا شباب، الله يعطيكم الف عافية، ما قصرتوا والله معي وان شاء الله ما راح تقصرون. هذا الشغلة الاولى. الشغلة الثانية، الفيديو الجاي ايش رايكم اخربها وانزل فورتنايت؟ طبعا انا انسان نوب 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 كبير، ما فيه نوب، قتلات ما اعرف اقتل، ما اعرف ابني، مع نوب يعني بالعربي واحد يشغل ويلعب ونوب. فراح احط لكم تصويت فوق على حسب التصويت، اذا كان الاغلبيه ودهم ان يشوفوني وانا العب فورتنايت من عيني هذه قبل هذه، واذا ما ودكم عاد التصويت هو اللي يحكم. فما بيطول عليكم يا شباب، في المقدمة أحب أقول لكم لا تنسون الاشتراك في القناة وضغط زر لايك ونشر الفيديو واربطوا حزيمة الأمان وخلونا نبدأ. طيب إخواني، عندنا هذه المرحلة من أخونا سعود، طبعا مو بسعود الأسطورة، لا سعود واحد ثاني، أعطاني مرحلة ما شاء الله كتب لي معروف. مرحبا يا أوه شو العظيم، شكرا، كيف حالك؟ بخير. أشوفك نسيت مرحلتي، صار لك حوالي نزلت أكثر من 5 فيديوهات، ما عليه، في واحد مشتركين اللي عندك أرسل لك نفس المرحلة وأشوفك لعبتها وأن عنده، وأنا أريد أنك تجرب مرحلة ثانية. خذ نفس. بعدين كتب لي ولي العلم تواك، قصده توك، أنت بنفسك قلت أنك راح تنزل مرحلة أول بأول، هذا اللي قاعد أسويه والله، بعضها تجي غلط بعضها صح، وأنا ألعب اللي موجود، يعني ألعب هذه المرحلة بعد مرحلتك أوكي ما في مشكله. هذه مرحله لعبوها واجدين يا اخوي كثير، ولعبوها 105000، فاز فيها تقريبا 88000، يعني الاغلب فاز. فما نبي نطول يا شباب، خلونا نبدا. بسم الله وعلى بركه الله. جرين هيل زون، ما ادري صح النطق ولا غلط. طيب حلو، سونيك اقعد سونيك والله حركات. اوكي يا سلام، هاو هاو تحت، هاو 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 هاو. اوكي حلو. اوكي وبعدين يا اخي المراحل هذه تحس كذا رايقه، يعني زي ما يقولون الهدوء قبل العاصفه، احس انه بعد شوي بتجيني مراحل جلد. الله الله الله، ايوه والله كفو عليك يا سونيك، والله جميلة يا عيال المرحلة. ما في ذي اللي تلف كذا حق سونيك. طيب اوكي اتوقع هنا حلو. وش فيه هنا؟ اوكي فزنا، يلا اللي بعده. يعطيك العافية المرحلة يا سعود. طيب اخوانا هذه مرحلة من اخونا دانت، معلش الاسم مو بكامل عندي هنا طالع مقصوص، ف راح اطلع رسالة وهو ان شاء الله راح يعرف نفسه. اعطاني مرحلة كتب لي ورينا كيف تجيبها، لعبوها 420 فازوا فيها كم؟ 11000. واضح انها جلد، بس ما عندنا مشكلة نشد ونشوف. احس انها عيال من عيال نواني شرب. لحظة لحظة كذا من اولها على طول، يلا يلا مو مشكلة مو مشكلة. اوكي اوكي بسويتش كيف؟ طب انا بشوف حاجة يعني بجرب شيء. طيب كيف؟ ما تجي والله يا عيال، ما تجي ذي كيف؟ كيف طيب كيف؟ ماني بضاغط شيء. هلا والله وش ذا؟ أنا ما ضغطت شيء قبل شوي ومشاني لين هنا. حلو. ليه؟
طيب اصبر اصبر اصبر. حلو اوكي. يا سلام مشينا هنا. اوكي تشيك بوينت. طيب ما في شيء هنا. اجل لازم انزل تحت. اوكي. طيب الحين عندنا باب وعندنا ذي. يا اخي احس ما ادري هذه كلها يمكن مقالب. خلنا نخش هنا نجرب. اوكي يا سلام. لا يا شيخ انا دخلت هنا. فنجرب من جديد. هيا نجرب من جديد. روح 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 روح. ليه يا اخي والله انكم كذابين. خلينا يا طويل العمر روح الباب. طيب اوكي. اوكي خير. يعيدني من هنا. اوكي. اخ ليه. اوكي ليش من اجل ما رؤيت. يا حبيبي لازم اجي هنا بعد. يلعن ام المشوار والله. يا عيالها صعبه ذي يا اخي مره. هذه يا شيخ سعود ما يجيبها. لا لا امزح والله سعود يا شيخ ما شاء الله عليه يجيب ابوها بعد. سعود لا تزعل اذا شفت الفيديو والله ترى امزح. طيب خلينا نخش هنا. طيب اضرب. اوكي طيب تمام. ولي اوكي. هذه يخ صعبه. حلو سلام علي. اوكي حلو. وله ليش. يلا وشو العظيم. مفتاح واحد كفو كفو. مفتاح شرف هدف شرف. حلو والله لقيت لي مفتاح كويس. اوكي يجي والله يجي مني. سلام عليك كفو والله تشيك بوينت يعطيك العافية بيض الله وجهك. طيب ننتقل الى انا رحت الباب ورحت ذي ورحت ذي وانجلت. لا هذه معليش ثانية جبت المفتاح. فأوحي رقبتي خلوني اطقطق شوي. ايوه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة مفاتيح جبنا واحد باقي خمسة. لا تطالع يا الحبيب يلا خش. لا 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 ليه خير. ليش 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 يا الحبيب. هذه صعبة. الله قهر والله عيال بقي ذا يا اخي. لا 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 والله عيال انها تجلط تجلط. هذا ابو جلطة. لا 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 واحدة بس باقي. اصبر اوكي يا اخي والله حرام يا اخي قسما بالله حرام. اوبه 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 والله. لايك لايك ونشر على الحركة الاسطورية ذي اللي جت معي مدري كيف. اوكي يلا نروح للباب الاخير قصدي ذي الماء. اي يلا هلا والله. اي الحين هذه النطات السريعة. واحد اثنين ثلاثة. طيب يا اخي هوبا عطا.
والله صح علي. يا اخي ليش انا مستعجل؟ المفروض اني ارجع ذا صح؟ صح؟ لكنك تيس مستعجل يا تيس. ارجع. اوكي. لازم ذا اي مع البي سويتش لازم اضغط سهم فوق عشان تزبطوا معي. حلو جلد. الحين باقي الثلاث مفاتيح عند الهم هناك. خلينا خليك هنا خليك. انا هنا جيت اتوقع الا يا اخي جيت هنا. هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا مفاتيح ثلاث مضبوط. باقي هذا والباب. هذا الثالث انا مالي لاقي له حل كيف ما ادري. عوافي يا قلبي تعبت 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 الشر يا قلبي خطاك. الظاهر الظاهر يا عيال اني بصدع من ذي المرحلة. الظاهر كذا انا عندي احساس. صار لي وقت طويل وانا احاول في ذا التيس. ليش هذا المفتاح قدامك يا غبي؟ يا اخي جيب مراحل كذا زي حق سعود. مو بسعود الاسطوري لا سعود اللي قبل شوي. يعني مراحل خفيفة كذا لطيفة. شخص مسالم. خليك زيها يا اخي. مو بكذا. والله هذا هذا هو. اي هذا اوشو. خلنا نعطيه مراحل صعبة. هات مراحل كذا خفيفة بفوز فيها. مو بتفشلنا عند العربان. احس ان جارنا بعد شوي بيطلع لي بالعجرة. انت مزعج تصور في اخر الليل عندنا دوامات انت فاضي. صور يا اخي العيون الجميلين هذولي كيف نزعجك. ما عندنا مشكله جاري العزيز اذا كنت تتابعني انا اسف. اخيرا اخيرا ما بغينا. طيب اوكي ناقص شيء هنا فيش. والله شوفوا انا ما ادري وين رحت وين جيت صراحه لكن عندنا هنا هذا الكابوس. طيب صح يا اخي كررها بعدين نط بالفر على هذه وتمشي امورك. لكنك تيس ما تفكر الا في اخر حلقه. لا والله صح اوكي كان اعطيتها بالفره يا اخوي بس يلا عوافي 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 كل شيء نتعلم درس جديد كذا عرفت يعني. التركيز الأسطوري لا تشغيل تركيزك الأسطوري ذا بالله وشرب مويته. تركيز الأسطوري تشغيل. ما هو بهنا ماريو يا تيس ما هو هناك. ايه حلوين حلوين. طيب جيد اوكي حلو حلو بس باقي مفتاح. المفتاح هذا اين هو؟ ها والله يا عيال اني ما ادري كيف جت معي. كاتب لي ورينا كيف تجيبها. جبناها ولا ما جبناها؟ لايك ونشر ونروح للي بعدها. طيب اخواني هذا مرحلة من عند اخونا موسى الحسن. موسى الحسن صح اوكي. اعطاني مرحلة كاتب جرب ذي المرحلة. لعبوها 20900 وفازوا فيها 674. واضح ان المرحلة جلد الجلد واللي مصممها يوسف اتوقع شخص الا عربي عربي اكيد. صديق صديق الله يرحم شيبانك لا تقول لي فيها النطة الصعبة. اوكي حلو. لازم ارمي ذي.
اوكي اوكي بس يلا بدينا نفهم. والله ما بدينا نفهم، بدينا نضيع. او شو النكبة؟ يلا اوكي. ليش نطيت؟ ما ادري، لاني تيس. حلوين حلوين. والله صعبة، والله صعبة. والله يا عيال اني ضاغط على زر النطة، يعني مفروض ينط فوق، بس ما ادري ايش اللي صار. يلا عواف. اوكي اوكي. والله يا عيال اني نطيت. ما عليكم، الحين بطلع سعود اللي داخلي، ابشروا. امزح والله امزح. هالحين 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 بيطلع سعود باذن الله. لا لا لا، الحين الحين الحين. يا الله يا عيال، والله مو كذا. اوكي سعود، اذا قاعد تشوف ذا الفيديو انصحك غمض. ها اضغط لايك ولا تكمل. اوكي تكفى تشيك بوينت، الله يسعدك. انا ايش سويت؟ اوكي على الحافه. قله لا والله صح 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 علي. اوكي سلام، الاحتراف الاسطوري من اوشو العظيم. تكفى فوز، تكفى فوز، خلاص والله بصختها بعد تشيك بوينت. وش العلم يا ولد، في هاو 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 العيال. مشكلة يعني ما بتقدر يعني تقولك يا تبن ركز ركز، يعني ما بتقولنا هذا. اوكي يعني في يعني ما ادري كيف اشرح لكم يا عيال، يعني صراحة الوضع مزري. عقدة والله عقدة. ها كيف؟ اوه لازم انط بذي. يا الله طيب كيف مشت معي ذي قبل شوي؟ والله ما ادري شلون. اوكي اها بط سهم فوق، حلوين تمام. يا الله اها مع الفلوس هذه الكوينز، بعضهم يقول لها كوينز او فلوس او اي شيء، الذهبيه ذي. المهم فهمتوا؟ ان شاء الله انكم فهمتوا. اوكي هاو 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 هاو. والله مع ذا شو اسمه تلخبط. هاو 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 تحت. انا ايش سويت عيال؟ لا لازم معي ذي، لازم يكون ضغط سهم تحت عشان ما هذا ما اموت. يلا ذي المرحله يبغالك تفتح عيونك ال14، لازم تفتح عيونك ال14. ما ادري كم من وين جايب ذا الرقم من كيسي، بس هذا اللي يبغونه في المرحله. هو هو السلام عليكم، مع السلامه. اوكي يا خرا يا خرا، شنو هذا؟ قفز. حلو حلو اوكي يا سلام جميل. وش الحين؟ ها هاي امبليس خرشني الحيوان. هذا الفوز يا رموت. فوز طرق، روح للي بعدها. طيب اخواني هذه المرحلة من اخونا برو جيمينج، اعطاني مرحلة كاتب شوف هذا اول مرحلة اعطيها ليك يا اوشو. هذه مرحلة صعبة شوية لكن حلوة، هذا الكود اتمنى تلعبها. وطبعا مش انا اللي مصممها، طبعا لعبوها وي وش ذا، لعبوها مليون، فازوا فيها 100,000 كثير. خلنا نبدأ فيها. جيم بوي ماريو، اي هذا جيم بوي الجهاز القديم هذا صح ولا لا؟ طيب ممتاز يلا. وش اللي صاير؟ والله يا عيال تراني انا منطلق على عماها. طيب في شيء يا صديق؟
ايوه هاو 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 السلام عليكم هاو هاو. طيب بعدين اوكي لا 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 امزح امزح امزح. طيب حلو في سويتش حلوين لازم يا الله لازم لازم حلو تشيك بوينت يا سلام عليك. ايوه تمام حلوين امورنا الان تمام تمام ممتاز ما نبغى اعداء اوكي ما نبغى مقالب والله يا عالي ما ادري امشي في ذا ولا ما اتوقع انه يخليني انزل صح ما يخليك تنزل. طيب ممتاز اوكي هات 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 هذا هات هذا السيارة هذه ايوه حلو اخذنا السيارة السيارة مبتسمة الجميلة سيارة هي جاي هلا هو هو هلا صديقي هو 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 لا 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 هو 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 ترى انا حبايب واصحاب من فترة روقنا هو هو لا 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 اهدي اهدي السيارة 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 اهدي الله 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 هو هو. طيب حلو تمام بعد تشيك بوينت ترت 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 ايوه حلو سوالنا شباك امشي امشي هنا اي حلو كويس امشي هنا الله يخليك بلا مقالب الله يخليك بلا مقالب ترى فازوا فيها 100,000 يعني ما اتوقع ان هذيك الصعوبة علي يعني يا حيف اذا ما فزت 100,000 يفوزون فيها وانا ما افوز هذه اهانة بحق اوشو العظيم اهانة اوكي ممتاز هلا حبيبي هلا هلا والله هلا هلا لا يا شيخ ارجوك ارجوك تكفى ايوه الحق 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 ما عليه ما عليه حلوين خذ الفلوس خذ الفلوس عشان تصير مطنوخ يا ماريو تكفون تكفون فطر فطر بالله فطر اوكي هذا باب خلنا نخش مع الباب ما نبي نناقش وذا تعرفون اسطورة لازم يخلص المراحل سريع سريع بس نروح للي بعدها. طيب اخواني هذه المرحلة من اخونا عبد الرزاق اعطاني مرحلة وبس ما كتب شيء لعبوها 396 الفاز فيها 97,000 تصميم ياباني او توقع بنت بعد فنشوف اوكي هذا يا حبيبي اوكي هذه يسمونها حق سبيد رن طيب ما في مشكلة اهي اوكي اوكي فهمت ما تضغط شيء حلوين لحظة 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 انا كاني قررت شيء بالانجليزي keep down خلنا نجرب تمام خلك ضاغط سهم تحت ونجرب هذه الخطة الخطة نجحت ما فيه اوشو اسم على مسمى ما في جل اوشو اسطورة انا مفروض يا عيال تدرون ايش تسوون تمسكوني تغلفوني وتعلقوني في الجدار اسطورة ما يتكرر صراحة اهي والله ما ادري ايش صار في ذي الزحمة قاعد اسولف عليكم بس ضغط سهم تحت تابعوا واستمتعوا بس خلصنا ماريو تايم روح اللي بعدها. طيب اخوان هذا مرحلة من العدو اللدود الاسطوري ذا كيلر اعطاني مرحلة كاتب لا تعليق جلطة لعبها 155 الفازوا فيها 16,000 شخص ذا كيلر ناوي اليوم نية ما هي بزينة ناوي يجلطني دقيقة ايوه حلوين ايوه دقيقة ليه كيف كذا ايوه ممتاز ممتاز شكرا الشبح اللطيف
اذبح. لا 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 والله اني امسح. فيه فطر يا عيال قبل شوي. لا يروح. وفاة. طب كان اعطيتونا هذه بعد. طيب ما في شيء كذا يا عيال. ايوه الثلج الغثيث هذا. والله يا عيال الثلج هذا اغثى شيء من في الحياه. ثلج اوكي سلام عليك. تشطيف. طب تشيك بوينت. تشيك بوينت يا ابني. والله يا عيالي اكره ذا الثلج قسما بالله. ذا الثلج غثيث. ايه يا حبيبي ايه. ايوه حلوين. سلام علي. هذا ابو مفكات. اوكي حلوين. والله يا عيال اسطورة. اوشو 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 اسطورة. ايوه حلوين حلوين. اوكي والله العظيم انك نكبة. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. اوكي ابني تشيك بوينت يا ابني يا مسلم. دقيقة يلا روح انطلق. استعد استرح. معليش معليش. طيب اوكي جميل. يا سلام عليك تشيك بوينت اخيرا دلعتنا. طيب وش في هنا؟ ما في شيء. والله الساحر البثر. انا عن نفسي بمشي ماني بقاعد لك ذا الساحر يا شيخ فيه. والله والله ما في ذا. افا بق. طيب طيب يلا 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 باقي مفتاحين. تكفى تشيك بوينت يا ابني. طيب تمام. اوكي ممتاز تشيك بوينت. طيب ايش في بعد؟ ممتاز. ايوه الله عليك الله عليك تسلم ايديك. الله عليك اوشو العظيم. اوشو النكبة. تمام ايوه هنا البلشة. والله لعيب ما شاء الله عليك لعيب. الله هذا مفتاح. تروح تخليه الذيب. ايوه هذا ما بقى. لو ذا شو اسمه ما في مفتاح. مرة. طب شو رأيكم نجلد هذا؟ لا 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 لا. أوكي طيب ضحينا بالفطر. لا يا ابني لا. أوكي هذا سهل هذا سهل هذا مو بسهل. شوف الوردات الوردات يا عيال ما ادري من وين تطلع. طيب اوكي ممتاز ممتاز جلاد كويس. طيب عيال باقي لنا مفتاح واحد. مع السلامة. انا بكثر هرج. الله فوز حبتين اللي بعده. طيب اخوانا هذه مرحلة من اخونا ام ام اعطاني مرحلة كاتب لي الله يوفقك ويحفظك استمر. اللهم امين ويوفقكم ويحفظكم جميعا. خذ هذه المرحلة لعبوها 1126 وفازوا فيها 4 أشخاص فقط. والتصميم من شخص ياباني يعني الجلد بعينه. طيب ما في مشكلة هذه يبغى لها تركيز. اوكي حلوين حلوين. اوكي اول شيء عديناه على خير. ايوه ايوه فهمت. ها 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 حلو حلو حلو. اوكي تشيك بوينت تشيك بوينت. اوكي الحين عيال انطلاق.
ممتاز ممتاز. الله 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 الله. لا لحظة. ممتاز تشيك بوينت. الله يرحم ابوك يا اخي. تشيك بوينت يا اخي تشيك بوينت. كل الذي نطلبه فقط هو تشيك بوينت يا حبيبي يا حبيبي. بروح وما بقى وياك بقى وياك. خلى وعزت نفسي رغم الحب رغم الحب. قالت لأني كنت لك نعمة من الله عليها ما حمدت الله وزالت. ومع السلامة. اوكي الله يخليك تكفى. اوكي لا يا اهبل لازم ارجع. اوكي اوكي تكفى. اوكي تكفى. الله يرحم ابوك الفوز. ايش فيه؟ لحظة لحظة. اوكي خلينا نشوف يا اخي ايش فيه هنا. ولا حاجة. يلا اللي بعده. تكفى فوز يا اخوي. اخيرا ما بغينا قسما بالله اني تعبت يا شيخ. اصابعي راحت فيها. يا شيخ حرام عليك كسرت اصابعي. طيب الله يسعدكم حبايبنا. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. قبل لا اختم يا شباب اتمنى منكم الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ونشر الفيديو. قربنا والله يا شباب من 10,000. نبي نوصلها ان شاء الله ونقدر نوصلها ونقدر نوصل للي اعلى منها باذن الله. انتم الناس او الاشخاص الوحيدين اللي راح توصلوني انا لهذا الرقم. فضل من الله طبعا ثم فضل منكم انتم. انا بدونكم ما اسوى شيء صراحة. فان شاء الله يا شباب اتمنى منكم انكم تدعموني اكثر واكثر. وانا ان شاء الله بحاولني كل مرة اتعب على الفيديوهات اكثر واكثر وحاولني ادعم نفسي اكثر واكثر. وباذن الله اني اسوي الشيء اللي يرضيكم. ما أبي أطول في النهاية. أحب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وسلام.